يعني 9200 سكن، كي نترجموه بلغه الارقام كربا في خمسة، عندنا 45,000 مواطن اللي راح يستفيدوا منه. هذه راح تطلب لنا مبلغ مالي يقدر ب 134 مليار ما عدا في الربط بالكهرباء. المبلغ الاجمالي المسخر في اطار البرنامج التكميلي للتكفل بالغاز والكهرباء يفوق 1100 مليار على مستوى الولايه. كل هذه المشاريع نقدر نقول مطرقه في اطار البرنامج التكميلي الذي تكرم به السيد رئيس الجمهوريه خلال الزياره الميدانيه التي قادته الى ولايه الجلفه المجاهده في 29 اكتوبر 2023. يبقى ايضا راح تزوروا معنا اليوم، عندنا عده يعني مشاريع اخرى اللي هي الطرقات، اللي هي المدارس، اللي هي المتوسطات والثانويات، وايضا الربط بالكهرباء، الربط بالمياه صالحه للشرب. اللي ان شاء الله المواطن الكريم هنا راح يدعم كالمواطن الرافق بالمدينه والبرامج المتوسطه. تكفلوا ب 1727 كيلومتر من طرق وطنيه، طرق ولائيه، طرق بلديه وطرق بلديه غير مصنفه. اليوم الشيء اللي راح نديروه كاين بعض الطرق البلديه التي سوف ترقى الى طرق ولائيه. دونك السيد المدير يجد لي ملف هنايا غادي تعمل على مستوى ديليبيراسيون تاع لابيبي ونصنفوها الى الاخرى. كاين بعض الطرق الولائيه اللي راح نقترحوها لماذا؟ كطرق وطنيه كما نشوف هذا 189 خلاص عنده بعد تاع تاريخ وطني وليس تاريخ يعني ولائي. لما نديروه تاريخ وطني راح يستفيد بامدادات ماليه سنويه في الصيانه، في النظافه، في الاخر. شيء الان الحمد لله راح نشوف البرنامج تاع الاشغال العموميه يعني انطلق من شحال 85 ولا نشوف 95% منطلق. رأينا جانب الاختصار، حاولنا ندرسوا الحركة المرورية على مختلف المحاور ونوعية الحركة، هذيك حركة تجارية نقل بضائع ولا حركة تاع الممرة المواطنين.